صراحة اللقاء هذا كان يعني من البداية ديالو تيبانو لاعب على الأعصاب، يعني حتى الجواور اللعابة صراحة ما كتحس انه حتى الجانب التقني كانت تاكتيكمون، كان الماتش مزير، بروميير ميطا مزيره مزيان، دوزيام ميطا تلقات شويه كانوا دي شونجمون دارهم الكراكي صراحه في المستوى، ولكن ربما الاحساس اللي كانوا بين بحال ديك الثقه ديك الزايده اننا حنا راه رابحين، بقات لنا غير جنوب افريقيا غنحيدو وغادي ندوزو، هذا هو المشكل الكبير اللي كان عندنا، هو اللي رجع في هذا الماتش هذا. اما لي ماتش قبل مثلا هذا السبب اللي حيد، هذا الشيء اللي حيد الركراكي مثلا عند جواور، انهم اللي تتلعب كتلعب الكره وكتلعب هذاك الماتش، ما كتسوقش واش طالع انت ولا ما طالعش، ولكن دابا اليوم تتحس انه الدراري لاعبين بحال الا حنا رابحين، داخلين على اساس رابحين، اللعابه مهطوبين وما كاين والو، هذا الشيء اللي دار الركراكي يدخل لنا اللعابه، ريشاردسون فينا هو وما كاينش ريشاردسون، ما تقلقش صافي صافي احشومه نخسروا مع جنوب افريقيا ما مره ما جوج ما ثلاثه ديما نفس السكور. نهضروا بعدا على الفرقه ما لعبات، ما كانش روح القتاليه والو ما كانش روح القتاليه، حكيمي ضربه في كاس العالم باش هو يبان، ضربه بانينكا دابا ضربه طيار بيصيد هو كي دار لي هذا، حنا 10 درهم ابلاد ضيعين، حنا 10 درهم تاع ليسان ضيعين فلوسنا، والو ابلاد يا بلاد والو، كلشي ناقص، اللعب ما كاينش روح القتاليه ما شفناهاش في التيران، كلشي ها لاعبين ها على الله هذا.